معظم الحالات بتاعت الكاتاراكت
نملكها local services. إذا بنستخدم هنا drops are drops. Feedbacks. Feedbacks. So in drugs and inserted into the cavity زي النوز والفاجينا والبير ممكن احنا هنا في النوز نجيب اوبما ونحط فيها local anesthetics ونحطها جوه النوز عشان تبقى نجلنا الميوكس ممبرين اوف ذا نوز. طبعا دي كلها طرق بس ليها ابلكيشن بعد كده، يعني لما بحط فيها سوكت باي local anesthetics في النوز انا بقدر اخش عن طريق النوز حاجه هنعرفها بعد كده فايبر اوبتيك، هنعرفها في محاضره الاير واي مانجمنت. انا ممكن اخش بفايبر اوبتيك برونكوسكوب ديفيكالت انتيوبيشن بمنظار اخش من المناديل عشان احط تيوب جوه التراكيه، فعلشان العيان دي تبقى اويك انتيوبيشن يعني العيان بيبقى صاحي، فانا لازم لو داخل عن طريق النوز اخش بالمنظار اخش عشان احط التيوب جوه التراكيه انتو تراكيه تيوب اخش من النوز، انا لازم ابلغ النوز لوكال فبحط اوبنا سوفت باي لوكال انزيتكس تانسايز الميوكس ميمبرين اوف ذا نوز. ايوه ممكن بعد سبراي او سوفت يعني كوتون سوفت باي لوكال انزيتك او سبراي اذا كان سبراي هتدينا نفس الإفكت. في سيستميك روتس ممكن تتراك، في اورال دراجز ابزوربت فيها ذا ميوكس ميمبرين اوف ذا ستومك شورت اكتنج دراجز او انتستين لونج اكتنج دراجز اللي بتاخد وقت طويل في الابزوربشن. يعني مثلا الجلوكوز، الجلوكوز على طول بيأبزورب من الاستومك، فلو عيان هايبرجلايسيميك وادينا له عسل ابيض الجلوكوز على طول بيمتص من الاستومك. Sublingual drugs absorb it directly into the blood, rapid systemic effect. زي الايزوردين اللي هي الان جي سي في الحاجات بتاعت الكورونا ريدايليتيشن في حاجات اللي هي الاسكيميك هارت ديزيز او انجينال اتاكس. عندنا سابوزيتري دراجز سولد ات روم تمبريتشر بات ميلت ات بودي تمبريتشر اند سولد ان ذا بودي فلويد يوز ذا ايزر ريكتالي اور فاجينال. دي بقى اهم الروت بتاعتنا اللي بنستعملها في الانستيزيا اللي هي بارنترال روت. اهم روت عندنا الانتروفينس انجكشن. والانتروفينس انجكشن في بريفرال فينس اكسس او سنترال فينس اكسس. بريفرال عند الهاند احنا بنفضل الهاند دورسال الفور ار الانتي كيوبيتال فوسا، بس خطورتها الانتي كيوبيتال فوسا ان ممكن واحد مش شاطر وهو بيركب الكاميرا بدل ما يحطها فين يحطها في ايه؟ في ايه؟ ارتري. ولو عملنا انجكشن اوف دراجز في الارتري بيحصل ايه؟ سباز ارتري سباز ممكن يحصل تسكين ابر ليب ويؤدي امبيوتيشن اوف ابر ليب. الكلام ده شفناه في حكايه الانجكشن، ولذلك انك تحط كاميرا في الفينوس سايد لازم يتشيك، او لما يحط كاميرا في الانتي كيوبيتال فوسا يتشيك انها شور انها في الفينوس لاين مش في الارتيريا. بنعرفها ازاي نقفل الفينوس بالبريشر. يعني احنا لو حطينا محلول جهاز وريد في الارتيريا سايد هنلاقي البلاد راجع تاني جوه الايه؟ اللاين والانترافينوس لاين. الفينوس سايد في عندنا برضه بيرفرال اكسترنال جاجولار فين. الكومبليكيشن كان الكومبليكيشن ممكن يحصل تبترك الكاميرا ممكن يحصل هيماتوما اكسترافازيشن اوف ذا دراج او فلويد. ليه ممكن يحصل ثرومبوفلوبايتس سيليفايتس؟ لو حصل في فين ثرومبوفلوبايتس او سيليفايتس هي بس المشكله السيليفايتس ده انفكشن بيحتاج بقى مانجمنت وتريتمنت وانتي بايوتيك وحاجات زي كده. طبعا ممكن الكلام ده لو غلطنا وحطينا الكاميرا في الارتيريال سايد وحصل فيها ثرومبوزس وسيلكت مصيبه سكر. سنترال فينس اكسس زي الانترنال جاجولار فين سب ليبيان فين وفي فيمورال كمان. فيمورال فين دي كاسيترز معينه سيتس نحطها وليها استعمالات معينه في الانترنال جاجولار او سب ليبيان فين. يعني انا عشان احط كاسيتر في الانترنال جاجولار سب دي
حالات الاي سي يو، حالات ميجر اوبريشنز، حالات ريسكي او مش لاقين له، او عين جاي في شغل في الاستقبال مش لاقين له فينا لاين، فممكن اروح اكتب انترنال جاجيولار كاستر او احط له صف ليبيان كاستر. بندي فيها دراجز، في دراجز معينه ما ينفعش ان انا اديها بريفرال، لازم تاخد جنرال. لو انا حاطط بارنترال نيوتريشن سيو لازم احتاج، يبقى انا لازم ادي اركب انترنال جاجيولار او صف ليبيان. طبعا الكوميونيكيشن بتاعتها انت هنا كاستر ممكن بتوصل لحد السبيرو فين، السبيرو هنا كده هو داخل على الرايت سايد اوزفاوس رايت اتري، وممكن يبقى في اريزمي. ممكن تلاقي واحنا داخلين في عشان نخش الانترنال جاجيولار ممكن تروح داخل في الكاروتيد، ممكن يحصل فينا هيماتوما، ممكن يحصل نيرف تروما، نيرف امبوليزم، ممكن يحصل هيمونيوموسوركس. يعني واحد غالبا دي الريسك بتاعها في الساب كليبيان فين، لان احنا فوق هنا فوق الفلورا. لو دخلت بالنيد وانت داخل ممكن تروح خابط الفلورا وتعمل هيمونيوموسوركس، تعمل هيمونيوموسوركس مشاكل في الرمل. ممكن ليه بقى يحصل انفكشن؟ ده كلام مهم يعني لاي حد بيشتغل في الطب، مش لازم تخدير يعني ولا غيره. لازم كلنا نعرف المشاكل بتاعه البريفرال فينس اكسس سواء البريفرال او سنتر. يعني عندنا سبكوتينيوس انجكشن، درجز انجكتد انتو فاتي لير. احنا طبعا عارفين الاسكين بيتكون من ابيدرمس ودرمس، وهنا بتفرق بقى في عمليه الايه؟ الابسوربشن اوف ذا درج. هنا درجز انجكتد انتو ذا فاتي لير جاست اندر ذا سكين. دي ممكن تحصل في اللوكال، لما نيجي دي اللوكال مثلا لو في حد عنده ليبوما انا بعمل انفلتريشن باللوكال انزيتكس في الفاتي لاير حوالين بلف حوالين الليبوما. انترا ماسكولار انجكشن دي سرعه الابسوربشن برضه، يعني سبكوتينيوس بطيئه انترا ماسكولار اكثر اسرع شويه. injection site upper arm بندي في الدلتوري lateral anterior side of the side and in the inner angle of the upper outer border of the body. دي بنستعملها في الانستيزيا زي حتى المرة الثانية. الدراجز الوحيدة اللي احنا بنستعمله في الانتر ماسكولار الانستيزيا اللي هو الكيتامين، وهنعرف انواع الدراجز دلوقتي. الكيتامين ده كان حد مرة سألني ان هو بيخطف فيه الناس ومش عارف ايه، ده بيتاخد في الانتر ماسكولار اللي هو اسمه العلمي التجاري بتاعه كتراج. ده بوتنت انرجيتك انزيتك. في عندنا تراكير روت، دي غالبا بنديها في حالات السي دي ار كاردي بالمونري ريسسيتيشن، لما يجي عندك الريست مش لاقيين له اي فينس اكسس تجيبن سو فيا تراكير. احنا طبعا بنعمل سبورت ابر ايروي، عين كاردي ريست يعني انكونشس مش قادر يمانج الابر ايروي، فانا ما عنديش شروط ان انا ادي الادرينالين هو اهم درجه في عمليه الكارديو بالمونري ريسسيتيشن او الاتروبين. ممكن ندي ليه بكرين، ندي نالوكسون. هتعرف ان نالوكسون دراج كونترا اندكيتد هي تركيزها الامايبرون بس احنا ما بنديش هم دول بس اللي في حالات تركيز لود. واهم واحد طبعا الادرينالين او الجلوتامين، لكن طبعا احنا بنحاول ندور على اكسس ونخش سنترال احسن نوع ندي في التركيز. طبعا لو هندي يبقى بندي اتليست 3 تايمز للانترافينس دوز. في اذر بارنتال دوز انترا ديرمال انترا بلورال انترا كارديال. انترا كارديال دي خلاص انتهى بقت اوبسوليت. كانت زمان كان بيذاكر الكارديو بالمونري ريسسيتيشن، كان لما يقول لك كارديال ريسك مش لاقيين له فينس اكسس بيحطوا له ده الانترا كارديال دي خلاص اللي يقولها دلوقتي يا سيدي. انجكشن انترا كارديال ده اتلغى خلاص، مفيش ادرينالين انترا كارديال. ده كان زمان لما تسمع الدكاتره القدام قوي يقول لك عملنا له ريسسيتيشن ادينا له انترا كارديال في البير هيري او ذا هارت وحقنا خلاص الكلام ده ماشي صح. انترا سيكا اللي هو زي اللي هي السباينال انتيتي.
ادي البلندر روت انترا ماسكولر، وادي سبكوتينيس، وادي انترا ديربال، وادي ابيديرمس، وادي ديربس والسبكوتينيس، ودي اللايرز. هي بتفرق في الابزوربشن. طيب نخش بقى في الجنرال انستيزيا. ايه هي الجنرال انستيزيا من الاخر؟ جنرال انستيزيا ان اندر فيسيولوجيكال ستيت دي تو دراج انجكشن اندوست ريفرسبل سي ان اس ديبريشن. الهدف بتاعي من الجنرال انستيزيا زي ما قلت لكم قبل كده، احنا في ثلاثه جروبس اوف دراجز بنحتاجهم في الجنرال انستيزيا. في هيبنوتيك دراجز اللي هي بتعمل ريفرسبل سي ان اس ديبريشن، سواء نحقنها انتروفينوس او نديها انهاليشن. انتروفينوس هي بتوصل لحد السي ان اس البرين تعمل له ديبريشن، بعد ما تيجي على سطح تعمل له ديبريشن خالص السي ان اس والعين ينام، ترجع تاني ريديستريبيوت السيركوليشن، تروح راجعه خارجه تاني في السيركوليشن وتديسوشيت من الريسبتورز في العين يسحبها. والهدف نقص ستيمولاي ايزر بيرسيف اور ريكورد، يعني البيشنت بناء على الدراجز اللي احنا بنحميها بنحتمل دي انجكتد ما يبقاش حاسس بالنكس ستيمولاي. هي الفكره كلها ان هو نايم ما يبقاش حاسس بالبين. طب احنا عشان كده مش بندي بس هيبنوتيك دراجز، احنا بندي انرجيزيك دراجز. بالانرجيزيك دراجز عندنا نوعين، في ناركوتيك انرجيزيكس ونان ناركوتيك انرجيزيكس. ناركوتيك انرجيزيكس اللي هي زي المورفين والبيتيدين والفنتانيل والسوفنتانيل والالفنتانيل، كل دريبات بتاعت المورفين. النان ناركوتكس اللي هي زي الاسترويدال والباراسيتامول. دلوقتي في عندنا حاجه اسمها مالتي مودال انرجيزي، بندي ناركوتيك وندي نون استرويدال انتي انفلام زي الكلوبتالين والكيتولاك، وندي كمان باراسيتامول. فادي فكره الجنرال انستيزيا ان انا بدي انديوز ريفرسبل سي ان اس ديبريشن وير نوكس ستيمولاي نايزر ار بيرسيف نو ريكورد، لان لا يحس ولا يستمع للحاجات اللي حصلت. The primary goal of general anesthesia is to maintain the patient's health and safety while providing hypnosis and analgesia with optimal surgical control. ده الهدف بتاعه. يعني العيان ما يبقاش يستمتع، هتقول لي طب هو نايم هيحس ازاي؟ لو واخد هيبنوتيك دراجز ومش واخد analgesia، لا لو اديت هيبنوتيك دراجز بلارج دوزز العيان مش هيحس، لان خلاص انت عملت الدبريشن في السنسوري اريا اوف ذا برين. ولكن احنا لو ادينا لارج دوز من الهيبنوتيك دراجز تظهر الكومبليكيشنز اوف ذا هيبنوتيك دراجز. هو بس ده بيتاخر شويه. انا فاكر يبقى احنا عندنا 3 جروب اوف دراجز، هيبنوتيك دراجز، انرجيزيك دراجز، ماسل ريلاكسنج. هيبنوتيك دراجز في 3 جروب اوف دراجز، هيبنوتيك دراجز، ناركوتيك او انرجيزيك دراجز ومصر ريلاكس. احنا بناخد دواء من ده ودواء من ده ودواء من ده من 3 جروبس. ده بنسميه بالانسد انستيزيا. الهيبنوتيك دراجز في 3 بتعمل لنا 3 ليفلز اوف سيديشن. يبقى there are 3 ليفلز اوف سيديشن، انرجيزيا اند انستيزيا. اللي هو في عندنا كونشس سيديشن، نزود الدراجز شويه دوزز تدينا ديب سيديشن، نزود الجرعات شويه تدينا يبقى انا عندي 3 ليفلز اوف سيديشن، انرجيزيا اند انستيزيا، اللي هو بتدينا ايه في الاخر؟ كونشس سيديشن. هتقول لي طب يعني استعمل ايه كونشس سيديشن دي؟ يعني العيان هيبقى صاحي شويه بس مش اورينتد. ده بنستعمله في الماينور بروسيدرز، يعني واحد داخل يعمل سي تي ام ار اي، فبيبقى الان محطوط وهو مش داخل جوه الجهاز بتاع الام ار اي اللي هو كلوز ام ار اي، بيبقى محطوط فممكن نديله كونشس سيديشن. ده شويه نزود الدوزز شويه نوصله الى ديب سيديشن، نزود الجرعات شويه من الايه؟ الجرعات من ايه اللي هنزودها؟ من الهيبنوتيك دراج، من الهيبنوتيك دراج والانرجيزيك دراج، هيوصل ده من الديب سيديشن الى جنرال انستيزيا.
برضه نفس الكلام ده بالـ oxidation conscious sedation patient respond to command with minimally depressed conscious level with adequate spontaneous ventilation. احنا طبعا لما بندي الدراجز ده العين لازم يبقى مونيتورد. لازم نشوف الهيموداينامكس ونشوف الايه الفنتليشن. العين اخذ conscious sedation دخل deep sedation general anesthesia لازم يتحط على مونيتور ستاندرد مونيتور في المحاضره اللي فاتت. لان ممكن لو كل ما بنزود الدوزز من ديب سيديشن جنرال انستيزيا ممكن تتاثر على الكارديو واسكولار والهيمودينامكس وتتاثر على الريسبيريشن. زودنا الجرعه شويه لان ديب سيديشن ذا بيشنت از نوت ايزلي اراوزد بس في سبونتينيوس فنتليشن مي بي ان ادبت اند اير وير ريفلكسز مي بي لوست. طبعا اير واي ريفلكسز لوست يبقى في هنا خطوره في الايه؟ ان يحصل obstruction of the upper airway او يحصل aspiration gastric content او gastric secretion regurgitate البيشن ممكن regurgitate ويعمل aspiration push في التراكية ويعمل لنا obstruction او damage لل upper airway. لو زودنا الدوز في جزء الجرعات شويه الدوزز نخش في جنرال انستيزيا هنا البيشن هيلوس الكونشس ليفل والاير واي ريفلكسز خلاص محتاجه سبورت وريكواير اسيستنت فنتليشن وكارديو فاسكولار فانكشن مي بي امبيرد. يعني تلاقي في هايبرتنشن تلاقي في برادي كارديو. فهنا الانستيك دراجز انترافينس انستيكس انهاليشن انستيك انالجيزيك ماسل لاكسن اند دراج انتيكس. ادي في تيبل اهو بيورينا ايه المينيمال سيديشن moderate sedation, deep sedation, general anesthesia. response هنا normal response to verbal stimulation. ده يعني minimal sedation. يعني مثلا لو ادينا دورميكام، دورميكام ده اللي هو ايه؟ ميدازولام. ميدازولام يدي جرعه بسيطه يدينا normal response to verbal stimulation. زود الجرعه شويه، بص تلاقي بقى ميدازولام response to verbal and tactile stimulation. زود الجرعات شويه هيدينا verbal response. following repeated or painful deal repeated stimulation عشان يديك response. لو ده general anesthesia مفيش response خالص. No response even with painful stimulus. وده مفيد لان احنا هنعمل هنا بقى operation. يعني هنمسك مشرط بقى هنفتح هنعمل فانا محتاج ان انا يبقى no response. يعني انا مش هفتح abdominal operation وهفتح اعمل exploration افتح في abdominal wall يبقى في response. لا انا عايز يبقى في general anesthesia ولذلك الميجور اوبريشن او ميدل اوبريشن لو في سيزيريان سكشن، سيزيريان سكشن بنفتح في الاشتيلو انسجن نفتح الابدومينال وول ونوصل لحد اليوترس ما ينفعش كل يوم لازم نوصل لمرحله الجنرال انسيزي. طبعا الاير واي بيتاثر على حسب الدوزز اللي احنا بنديها فهنا الاير واي في المينيمال سيديشن نوت افكتد. هنا نو انترفينشن ريكوايرد. يعني ايه انترفينشن ريكوايرد؟ يعني هنعرف الاوضه اللي جايه اللي هي الاير واي مانجمنت support. انا عندي لما بدي الانستيك دراجز او السيديشن بيبتدي يتاثر الابر ايروي ماسل تون اوف ذا ابر ايروي بتبتدي تلوس التون يقوم الطن يرجع ورا يعمل ابر ايروي اوبستراكشن. هنا support للابر ايروي deep sedation and intervention may be required. وهنعرف ازاي نعمل سبورت للابر اير واي وبرده سبورت للاير واي مانجمنت. ده مش تخفيف بس ده لازم اي دكتور محتاج انه يعرف ازاي يعمل سبورت للابر اير واي. دي لايف سيف دي من الايتمز المهمه في الكارديو بالمونري ريسس لو انت خدت الكورس ده فلازم كلنا نعرف ايه الانسترومنت وازاي نعرف نعمل بقى. سبورتيشن عباره عن حاجتين بيزك لايف سبورت advanced cardiac life support. basic life support يعني انت معكش اي حاجه وانت راكب اتوبيس وانت في السينما وانت في النادي حتى حصل له كولابس لازم تعرف تعمله upper airway management support upper airway. لكن هنا احنا بنتكلم عن نسيج هنا induced تمد drugs فلازم تعرف تعمل intervention لل upper airway support. يعني ايه support لل upper airway؟ يعني تخليه بيتك عايزين نفتح ال airway يبقى الفنتليشن كويس. يعني انت لو اديت دراجز والعيان نام هتلاقي التانج رجع لورا وحصل اوبستراكشن. لكن لو انت عملت شويه مانجمنت معينه بص عملت اوبن للابر اير واي يبقى هيبقى في فنتليشن. طب لو حصل ابر اير واي اوبستراكشن ايه المشكله؟
يحصل هايبوكسيا، هايبر كابنيا. هايبوكسيا دي بعد شويه لقينا سيلبريت، يعني بعد شويه دخلنا في مشكله كبيره. كل ده عشان ما عملناش خطه الوي انترفنشن. بدأنا ادينا جنرال انستيزيا، لا يبقى لازم انترفنشن. طب احنا كده بنتكلم على الابر الوي، الابر الوي ده مرتبط بالسبونتينيوس انتليشن، لان هنا الريسبيريشن ده مرتبط بالسنتر، ريسبيراتوري سنتر في المضمه. صار له احنا لما بندي دراجز بيحصل له ديبريشن، فهنا نوت افكتد. لكن لما ندي الريسبيريشن شويه اثر، يعني احنا مثلا لو الريسبيريشن بتاعنا من 12 ل 14 بير مينت، لو هنا ادينا دراجز بتدي يحصل الريسبيريشن يقل، يبقى 8. يبقى احنا هنا بقى مونيتورنج للريسبيريشن. هنعمل مونيتورنج ازاي للريسبيريشن؟ ونشوف البالس اوكسيميتر، ونشوف ممكن نشوف الكابنون. هنا هيبقى ادوبت، هنا ميبي ان ادوبت، هنا لا، هنا فريكونت ان ادوبت. طب الكارديو فاسكولار سيستم اللي ممكن يتاثر بالدراجز اللي احنا بنديها عشان تعمل سيديشن، ممكن يحصل هايبوتنشن، ممكن يحصل برادي كارديا، وخاصة لو الهارت في مشاكل في اسكيميك هارت ديزيز. يعني ممكن لو احنا ادينا ادويه وحاجات ممكن تدخله في هارت بلوك، تدخله في كارديك ديبريشن. فهنا في المينيمال سيديشن ان افكتد، يوجوالي مينتين، يوجوالي مينتين. لكن هنا الجنرال انستيزيا لما بندي دوسز عاليه ميبي امبيرد، امبيرد يعني ايه؟ يحصل هايبوتنشن. الانترفينس انستيكس زي ما قلت لكم احنا الادويه بتاعتنا بتاعت الجنرال انستيزيا بنديها عن طريق الانترفينس او انهيليشن. احنا بنتكلم دلوقتي على الانهيليشن اللي هي داخله عن طريق الايه؟ الابر ريسبيرتوري. طب الانترفينس انستيكس زي ايه؟ سايبل تاب، ده كان زمان مشهور وموجود لحد دلوقتي، اللي هو اسمه التجاري او في السوق انترافاب، ترخيص وكان شغال قريب. ده الكتابين اللي انا بكلمكم عليه ده برضه جنرال انستيزيا وانالجيزيك، يعني برضه ممكن يتاخد انترا ماسكول، يعني ده ما ينفعش يتاخد انترا ماسكول، ده ما ينفعش يتاخد انترا ماسكول، لكن ده ممكن يتاخد انترا ماسكول. طب احنا بنستعمل انتروجينس انستيك في ايه؟ بنستعملها في حاجتين، في الاندكشن اوف جنرال انستيك. احنا لازم نعرف ان الاوبريشن عندنا بتمشي بثلاث مراحل. نرجع من الاول تاني للتايتل الكبير، الانستيزيا بتمر بري اوبراتيف مانجمنت، انترا اوبراتيف مانجمنت، بوست اوبراتيف. انترا اوبراتيف مانجمنت مر بثلاث مراحل، اندكشن، مينتننس، ريكفري. زي الطياره، بيسموها الطياره تيك اوف، مينتننس، لاندنج. فاحنا الجنرال لما بنديها انتروفينس بتدخلها في الاندكشن. يعني ايه اندكشن او جنرال انستيزيا؟ يعني انا هدي تتبني من العين، يعني انا هدي مثال. احنا قلنا ان في 3 جروبس اوف دراجز، في هيبنوت دراجز، انرجيزيك دراجز، ماسل ريلاكس. فانا بعمل اندكشن، اندكشن بدي هيبنوت دراجز، دواء من هيبنوت دراجز، دواء من الانرجيزيك دراجز، ماسل ريلاكس. العين كده بقى ايه السيتويشن بتاعته؟ نايم. يبقى نايم مش حاسس، بارالايزد. طب الاندكشن دي بتبقى مده قليله من 5 ل 10 دقائق. يعني انا الانترفينس دراجز دي، الانترفينس دراجز سواء سايبل تاب، فيتامين، كوبوفول، انا بحقنها انترفينس، تروح داخله من الكاستر، من الكانيولا، واصله للبرين، عامله ديبريشن. 10 دقائق 10 مينتس 15 دقيقة، وبعد كده بتسوشيت تاني من البرين، ترجع في حاجة اسمها دي ديستريبيوشن دكتور في الفارماكولوجي، يقوم تسيب البرين، يقوم العين يسحب. أنا عندي شورت بروسيدور زي مثلا أبسس، أفتح أبسس، ممكن أديله فيتامين، ممكن أديله، بس طبعا فيتامين أحسن لأنه إيه؟ ده هيبنوتك وأنا جزم. ده هيبنوتك بس، ده هيبنوتك بس، بس ده كل واحدة تعرف ميزه كده صغيره هتهرب في ده. فدي فكره الاندكشن. طب احنا بعد ما عملنا اندكشن ممكن نعمل مينتنس طول العمليه بقى. مش ملوش تايم، يعني ممكن نقعد ساعه، ساعتين، 10 ساعات،
14 ساعة ماكسيلوفيشال اوبريشن، اوبريشنز هنا بتاع كوماند اوبريشن تقعد لها 10 12 ساعة. كل ده المينتنس ده هي الفترة اللي هو شغال. طول ما الجراح شغال هو دي اسمها مينتنس. مينتنس فهنا انا ممكن ايه الدواء اللي ممكن استخدمه في المينتنس هو البروبوفول. يبقى البروبوفول ده ممكن يستخدم في اندكشن، ممكن يستخدم في الكونتينوس انفيوجن. يعني ايه كونتينوس؟ بتحط على بامب سيرنج بامب كونتينوس انفيوجن، يا اما تبقى سيرنج البروبوفول بحطه في سيرنج في بامب واحط فيها الدوزز اللي انا عايزها وتقدر تنجكت البروبوفول. طول ما الكونتينوس انفيوجن او البامب شغاله البروبوفول عمال يخش جوه الفين السايت يوصل للفين العيان ده. اول ما ابتدي عايز اصحي العيان خلص المينتنس اروح موقف الانفيوجن بامب شويه والبروبوفول فكت من البرين العيان يسكت. فده بتديني انستيشن جروب مثلا لو هستعمل لوكال انستيزيا انستيزيا. المهم ان ده بيستعمل كهيبناتيك بطريقه المينتنس باستخدام البروبوفول. هل استعمل السايلنت تون انفيوجن؟ ما حدش يقول لا، هو البروبوفول هو اللي بيستعمل في المينتنس لان الميتابوليزم بتاعه سريع بيتكسر بسرعه والعين بيكسر بسرعه. ده بيحصل له اكيوميليشن، ده بيحصل له اكيوميليشن. ادي مقارنه كده. طبعا هو في ادويه كتيره تانيه بتستعمل بس هم دول اشهر حاجه موجودين في جميع المستشفيات. الثايبين ده الكتامين البروبوفول. مش مهم يعني ده الاندكشن 5 ملي جرام 1 2 ملي جرام بير كي جي. البروبوفول 2.5 مش مطلوب منكم تحفظوا الكلام ده لان انتم لسه ما حدش هيخش انستيزيا. الديوريشن اوف اكشن ده شورت، ده مودريت، ده فيري شورت. ده لذلك مفيد في حكايه الكونتينوس انفيوجن انالجيزيك افكت. ده ملوش، ده بوتنت انالجيزيك. ولذلك ده شغال حاجتين، ده شغال هي نقطه وشغال ايه انرجيك. بس النقطة هنا بتتقال ليه مش عارف مكتوبة هنا ولا لا، إن هو بيعمل ديسوشيتد انستيزيا. يعني ممكن تلاقي العيان لما تديه تلاقي العيان عينه، يعني ممكن تلاقي العيان مش مكتوبة، عينه مش مكتوبة تحرك كده. فدي اسمها ديسوشيتد انستيزيا. الريسبيريشن هنا بيحصل له ديبريست ريزيرف بروكو دايليتور. ولذلك ده مفيد في ايه؟ الناس اللي عندها ممكن ازمه او عندها ازمات البرونكايتس، لان ده السيد ده ممكن يعمل بروكو ستاز. لو عنده بيشرب سجاير حريق السجاير وعنده ازمات البرونكايتس اديله سايد ده اول ما اديله سايد ده يحصل برونكو ستاز. لكن ده مفيد، ده بيعمل بريزيرف برونكو دايليتور. ده بيعمل ديبريست للريسبيريشن. يعني انا لو اديت بروبوفول تبص تلاقي العيان دخل في ابني، وده برضه مش في ابني بس ده ابني اكتر. بلاد بريشر، انترا كرينيال بريشر، انترا اوكيولار بريشر. هتقولي ايه اهميه الكلام ده؟ في ناس عندها انترا كرينيال بريشر انكريز زي في حالته البرين تيومر. البرين تيومر بتزود انترا انتراكرينيال بريشر. يبقى انا لازم وانا بعمل اندكشن انا عندي كذا دواء اختار منهم المناسب للعمليه. يبقى ممكن استعمل سايوبنتال، استعمل بروبوفول، لكن ما استعملش فيتامين. الفيتامين بيزود الكاتيكولاميت وبيزود الانتراكرينيال بريشر. انترا اوكيولار بريشر برضه نفس الحكايه. لو في عمليات في الاوبن اي يبقى انا ما ينفعش ان اسمع فيتامين لان بتزود الانترا اوكيولار بريشر. اول ما الجراح يبتدي يشتغل يبص يلاقي الفيت لسه محترق معاه بيقول لك البريشر عالي وبتزود البلاد بريشر كمان. يعني لو عيان هايبر تنسيف ما ينفعش استخدم فيتامين. يعني شوف العمليه مش لازم تبقى عارف كل دراج انت بتعملها. احنا هنا بنستعمل الادويه بنبقى عارفين كل دواء بيعمل ايه. وبالتالي انا لما بشوف الحاله ده كله بعرفه في البري اوبراتيف بريباريشن اوف ذا بيشنت، علشان في الانترا اوبراتيف ابتدي اختار الدراج المناسب لكل كيس. يعني بيقول لكم البين بتاخد اثنين مره بتصحي ده انما بين انجكشن
نون كومي. ده لو انت بتحكم ممكن يعمل بين بتحس في المزاج ده بنحط عليه لوكال انستيك زي الاثنين. يعني في السي ان جي ده احنا بنهتم، يعني انا حكمت هنا انترافينس في الاندكشن. البيشنت ممكن يحس بالم حاطين الكانيولا في الدورس اوف ذا هاند، وحققت هنا الجلوب اوف وود تلاقي البيشنت في بين حاسه من ايه؟ في يعني في الاجزاء بين المحترم احنا الدواء ماشي ووصل لحد الاجزاء تبتدي تحس بالالم. فاحنا بنروح مديين ممكن قبل ما نحن او نخلط معاه ممكن انستك زي اوكي. ممكن البيشنت تحصل له نوزيا وفوميتنج ميد كير مع السلايد التالي هنا ممكن يحصل مع الفيتامين ده انتي ايميتك، ولذلك العيانين اللي هم متوقعين ان يحصل معاهم فوميتنج او ريجرشيتيشن، يعني عيان جاي مثلا من حوادث كروما مثلا هنخش نعمل اكسبلوريشن دلوقتي عيان واكل قيصريه سيزيريان سيكشن في انكريز انتر ابدومينال بريشر كبير وضغط على الاستومك وفي هرمونز وبتاع، ففرصه ان يحصل ايرسز يبقى انا المناسب ليه اديله ايه؟ بروبو فور. معايا ولا كلام مذاكر؟ اشتغل تخطيطك؟ ما صحتوش. طب الاير واي ريفلكسز، هي اهميه الاير واي ريفلكس ده بروتكتيف ريفلكسز. احنا كل الخوف بتاعنا ان يحصل ايه؟ ديبريشن. طبعا يعني حتى المعلومات لو قلت ما اشتغلتش. بصوا ازاي؟ ما انتوا بتتعاملوا مع دكاتره التخدير، يعني انت بتاع ناس مثلا جايب قيصريه وداخل وبتاع، فانت لازم تبقى فاهم انا بفكر في ايه وبقول لك ايه. لا العين بقى يبقى صايم، لا ده ممكن يحصل له، لان لما بتخش النيابه والبوليس بتخش الزبر مع بعضينا. فاهمين التخدير شغال ازاي؟ ايه وي ريفلكس سبريزد هنا بريزرفت هنا سبريزد بريزرفت دي مهمه قوي. يعني لو عيان حاضر حافظ حاجه ماينو بروسيدور او كده وعايز احافظ على الاير وي ريفلكس يبقى نديه فيتامين. يعني هفتح ابسس بس فممكن مش عايز اعمل سبورت للابر الوي، لان لو اديته الادويه دي هتحصل له ديبريشن للاير واي ريفلكسز. فلا خلي نديله فيتامين يقوم نحافظ على الاير واي ريفلكس ما يحصلوش اسبيريشن. كواليتي اوف ريكفري ريزو هنا بور، في مشكله كبيره جدا مع الكيتامين الهالوسينيشن هنا اكسلنت ريكفري. طب اكسلنت ليه؟ لانه فيري شورت فعلا صح كويس قوي. هنا هالوسينيشن تلاقي العين بعد ما صحى عنده هلاوس عجبت كلها بقت. ولذلك احنا بنقضي على الهالوسينيشن دي ان احنا بنقضي معاه دوميجا او بنقضي معاه بنزودايزيدين عشان نقضي على اللي هي الهالوسينيشن ممكن تحصل من الفيتامين. طيب النوع الثاني من الهيبنوتكس اللي هو انهاليشنال انذيتكس. ليش نتفق نيوز الهالوفين الايزوفلورين السيبوفلورين دي عباره عن ازايز بنحطها جوه الايه؟ اجهزه التخدير عباره عن فلتر كوراي. البرطمان بتاع التخدير ده بيتحط جواه الهالوسين. الهالوسين ده فلويد، الايزوفلورين ده فلويد، السيبوفلورين ده فلويد. بتحول البرطمان ده بيحول الفلويد الى فيبر علشان الاكسجين وهو بيتحرك من الجهاز رايح للعيان بيتحمل بالهالوسين او يتحمل بالايزوفلورين او يتحمل بالسيبوفلورين. ايه دول الادويه دي؟ دي انهاليشن انستيكس، يعني بتعمل زيها بتعمل هيبنوز بتعمل انرجي. فيوزز اوف انهاليشن انستيكس بنستعملها في المينتنس اوف جنرال انستيكس، يعني عيان شغال 10 ساعات نفضل فاتحين الايزوفلورين فاتحين السيبوفلورين يفضل نايم طول. اول ما عايزين نصحيه نروح قافلين السيبوفلورين قافلين الايزوفلورين العيان يسحب بقى. فات انا كده جيت من النوت الدراس. طب ممكن نعمل اندكشن، احنا قلنا الاندكشن احنا اتكلمنا على ادويه الانتروفينس اندكشن او الناس. هل ممكن نعمل اندكشن او جنرال انستيزي ب انهاليشن انستيكس؟ اه ممكن نستعمل اسيبوفلورين.
يعني مثلا اديكوا سيتويشن، طفل عندها 4 سنين داخله تعمل ميجاز، طبعا في الوورد مش عارفين يركبوا لها كاميرا، لانها اول ما تركب كاميرا بتتحرك كده وترفس وبتاع، لو ابره داخله كده فمش هيقدروا، فيجيبوها لنا من غير كاميرا. يعني احنا علشان تعمل تونسيليشن. طيب احنا عايزين نركب الكاميرا لان احنا لازم نتسيطر على ما قلت لكم عن طريق الانترافينس كاسيتر وعن طريق الايه ابر ايبري. فانا بعمل انهيليشنال اندكشن، انهيليشنال اندكشن بالسيمو فلورين اشممها البيشنت، هي بتاخد ريسبيريشن تاخد مع الانهيليشنال تاخد سيمو فلورين تروح نايمه. اول ما تنام نقدر نركب الكاميرا ونبروسيد للجامعه. طب ممكن نستعملها فين تاني؟ في العيانين اللي هم ابر ايروي اوبستراكشن او انكو اوبراتيف تشيلدرن، اللي هو زي ما قلت لكم في حالات الكونسلتنج ميدل فوبيا، في تلاقي رقم كبير وحصل بتاع انا بخاف من النيل، طب هنعمله ايه؟ لازم نتوقع عشان نحط له الايه؟ الكاميرا، يبقى نديله سيمو فلورين. في الديفيكالت فينس اكسس شكشكنا العيان بيتنفس ومش عارف ايه، فبنديله الانهيليشنال سيمو فلورين، ده بيجيب ودايلكت بيعمل دايلكت. طيب نجرب طيب يبقى احنا الوضع، يبقى احنا دلوقتي هنعمل اندكشن بين السيمو فلورين الديفيكال فينس اكسس. دي الديفيكال فينس اكسس، يبقى انا نايم العيان واروح مدي الكاميرا، او ممكن في جيدا فوبيا، تلاقي واحد كبير خايف من منظر العمليات والمنظر بتاع مش قادرين نركب له الكاميرا، يقول لك لا ما تركبليش كاميرا. ملوش حاجه غير ان احنا نديله انهاليشن انتيبوكس. اندكشن ايجنت اوف تشويس بليزنت سميل ار هالوسين سيمفوني. انا ممكن اعمل اندكشن اوف جنرال انستيزيا انهاليشن انتيبوكس بالهالوسين اند او السيمفلورين. احنا حاليا دلوقتي بنستعمل السيمفلورين. الهالوسين ياخد وقت طويل شويه. لكن السيمفلورين رابد تشممه شامله للثانيه بينموا. ادي جهاز التخدير بتاعنا وجوه اوضه العمليات، يعني لو حضراتكم دخلتوا اي اوضه عمليات عندنا في اي حته هتلاقوا الجهاز ده موجود. طبعا هم اشكال كتير وانواع كتير بس هي فانكشن واحده. ادي الفابورايزر اللي انا بقول لكم عليه، برطمانات هتلاقي في برطمانات كده محطوط. وهتلاقوا هنا فلوميترز 3 فلوميترز. وهتلاقوا هنا مونيتور. ممكن تلاقي المونيتور من حته ثانيه عادي. المهم ان هتلاقوا الايتمز دي. طب ايه الفابورايزر ده؟ ده اللي احنا بنحط فيه الايه؟ السيمو فلورين، نحط فيه الهالوسين. هنا بيتحط بيبقى فلويد، وهنا ده مقش نعرف مليان ولا فاضي وقد ايه اللي موجود فيه. الفكره بتاعته ان هو بيحول الفلويد الى فيبر بحيث الاكسجين، طبعا بتبقى فيها خراطيم داخله في الحيطه كده، الخراطيم دي بيبقى فيها 3 حاجات كده. في اكسجين ده اهم واحد، في نيتروس اوكسيد، في اير، يعني هتلاقوا 3 مواسير ماشيه فوق في اوضه العمليات. المواسير دي داخله جوه جهاز التخدير، يخش هنا الاكسجين، يخش هنا النيتروس اوكسيد، يخش هنا الاير. نيتروس اوكسيد ده انالجيزيك، انهيليشنال انالجيزيك. كان موجود عندنا في مصر هنا وحصل منه مصايب قريب، وبعد كده المصنع اللي كان بيعمله في مستورد وقت جديد هو فايدته انالجيزيكس. فحصل ايه في المصايب اللي حصلت منه؟ ان كان احيانا الخراطيم هي طبعا هو داخل ليه شكل معين من المسمار اللي هو داخل فيه، فالعبقريه المصريه بقى العامل يروح يشيل الخراطيم ده حط مكان الاكسجين يقطع الخرطوم ده حاجات زي كده. فيبقى هنا انت فاتح اكسجين، لا مش اكسجين، الخرطوم النايتروس اللي حاطه هنا ما
يعني ده لون وده لون، يعني حتى لو الاكسجين لونه ابيض، ده النيتروس لونه ازرق، لكن العمل بقى بتاع العمليات والبتاع بيقولوا فيه تنفيس، يروح وصل مثلا الخرطوم الازرق حطه في الايه الواسطه بتاعت الاكسجين، تيجي انت تفتح هنا اكسجين يطلع نيتروس. النيتروس ده لو لازم عشان يتاخد لازم يبقى ميكس مع الاكسجين، لان بيعمل حاجه اسمها ديفيوجنال هايبوكس، بيعمل هايبوكس شديد. هايبوكس لمده طويله احنا لازم عشان يتفق بيبقى 50 50 او 70 الى 30، المهم لازم يبقى اكسجين طالع الاول وبعد كده معاه ايه؟ نيتروس. الاير فايدته ان احنا بنعمل ميكس ما بين الاير وما بين الاكسجين. يعني انا مش عايز حته 100% اكسجين. نفرض ان انا الاكسجين بيجاوب كام؟ مش 20 21%؟ طيب هنا ده عامل ده النبات 100% اكسجين. انا لو في لونج اوبريشن وجد ان لونج اوبريشن تديها اكسجين مده طويله بتعمل برونكايتس، فزي في الاي سي يو، الاي سي يو ما يجيبش 100% اكسجين الا في الاول، بعد كده يروح تنبيه عاملين 50 50 نقصوا الاكسجين، فنعمل ميكس بين الاير وبين الاكسجين عشان نقلل الاكسجين. تمام. طبعا في الارمز بقى جوه الجهاز ده، في الارمز وبتاع لو الاكسجين ساتوريشن نزل او البريشرز نزلت او الحاجات دي بتديها، في فنتليتور، في هنا ابسوربت صودا لايم، ادي الهليشن انسيتر ايزوفلورين، في هلوسين ايزوفلورين سيزوفلورين، ده كلهم ليكويد الأوكسيد ده رابد رابد فيري رابد، لذلك احنا بنستعمله في الاندكشن الهيليشنال اندكشن للانزيم. هنا الانزيم افكت بوتنت بوتنت بوتنت، انرجيزيك افكت كلهم ما لهمش دعوه بالانرجيزيك بس. السمير بتاعته دي مهم، هنا بريزنت بانج هنا وحش ايزوفلورين، وبالتالي ما نقدرش نستعمله في الهيليشنال اندكشن. يعني لو كنت سميت واحد عايز الدولين ايه ده؟ يروح ده افلت. وممكن لو عنده تشيست في مشاكل وبتاع يعمل اريتيشن، ممكن داخله في برونكو سبيز. السيبوفرين هو افضلهم في عمليه الاندكشن ان فيري رابد. يوز فور اندكشن يوز نوت يوز يوز كارديو فاسكولار سيستم بلاد بريشر هارت ريت بيعمل ارزمي. هنا كارديو ستيبل كارديو ستيبل برونكو دايليتور، ده البرونكو دايليتور، يعني لو عيان الجست بتاعه مش حلو مش قادرين نأجله ممكن نستعمل هالوسين، ممكن نستعمل برضه السيم في قراءات كبيره شويه. ريلاكسيشن دي مشكلتنا في البيساويات بتاعه في اليوتراين ريلاكسيشن، لان احنا بعد ما نطلع البيبي اليوترس ده كله فيسلز كبيره بنبقى عايزين بندي دواء يعمل كونتراكشن اوف ذا يوترس، فالهيليشن الانثيتكس بتعمل يوتراين ريلاكسيشن. مشكله اليوتراين ريلاكسيشن انها هي بوز بلط، بص تلاقي اليوترس عمال يجيب بلط 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 بلص during the cesarean section، يعني في هايبوتنشن، يعني لازم ندي بلط، وبالتالي نمشي بدوزس قليله في الهيلوسين او سيلفوري. جود ماسل ريلاكسر، يعني لما بدي ماسل ريلاكسيشن مع الانيليكس والحاجات دي بتقلل الجرعه بتاعت الماسل ريلاكسيشن. توكسيسيتي هيباتو توكسيك نيفرو توكسيك، يعني ايه هيباتو توكسيك؟ يعني مثلا لو واحد ياخد دخل عمل عمليه كمان يسالونا كده، انا عملت عمليه من يومين داخل تاني بكره في مشكله، لو الهلوسين لازم نعمل ليفر انزيمز نشوف هل الليفر انزيمز عاليه ولا لا، لان الهالوسين بيزود الليفر انزيم، يعني ممكن يعمل هيباتو توكسيسيتي. كربون مونوكسيد توكسيسيتي نوفرو توكسيك نيفرو توكسيك. تمام. الانالجيزكس ده الجروب الثاني دراجز، احنا قلنا نون ناركوتيك انالجيزكس زي الاسبرين باراسيتامول نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز ناركوتيك انالجيزكس زي الفارماكولوجي مورفين بتدين فنتانيل ترامادول. الترامادول ده طبعا دلوقتي كل الكورسات وبتاع عشان في ناركوتكس هاف انرجيزك سيلينج افكت
must be titrated to optimize the energy to reduce side effects, especially in the poor general conditions. Uses of opioid, ممكن يديها بري ميديكيشن زي ما قلنا لكم ان في الامبت الانرجيزيا ان انا ادي الناركوتيك انرجيزيا قبل ما اشتغل لان اول ما بدات الجراح يشتغل يبتدي يحصل بين ستيميوليشن بين ستيميوليشن تطلع ستريس هرمونز وستريس ريسبونس في السيركيوليشن فانا لو اديت من الاول انرجيزيكس قبل ما الجراح يشتغل يبقى انا بقلل الريسبونس ده ممكن اتي انترا اوبراتيف ادجمنت فور جنرال انستيزيا بوست اوبراتيف يعني خلص العمليه وبتاع يقول لك لا انا حاسس بايه ادي له يبقى احنا بنستعمله بري اوبراتيف انترا اوبراتيف بوست اوبراتيف عندنا المخين البتيتين في التانيين طبعا في دريفاتيفز في دريفاتيفز كتيره في التانيين بصوت التانيين ويبقى ليله كبيره كلها دريفاتيفز من المخين ديوريشن 4 ساعات ساعتين في التانيين ده شورت اكتنج ساعة وفي بقى أقل كمان من كده سايد افكت مشكلات في الهستامين ريليس ممكن يعمل هاي بوتنشن يبقى في حتة بالعرض كتيرة من التانيين يعمل ماسل ريجيتي طبعا دوزز عالية تعمل سكالات من ديبريشن كونستيبيشن كونستيبيشن فوميتنج يوريتر ريتنشن كيريولايتس اديكشن بقى لو بوست اوبراتيف مش عارف حاسس ببين وما بيطلعش عندك حصل بقى مشكلة في الجين ديك سندروم أو مشاكل في الـ في النمبر ديسك والحاجات دي ممكن يفضل ياخد في أدوية المورفين لحد أو عنده كانسر يبتدي يخش في أدكشن. ماسل ريلاكسنت. ماسل ريلاكسنت إحنا بنديها يبقى ده الجروب التاني أوف دراجز. هيبنوتكس أنرجيزكس ماسل ريلاكسنت. إحنا عندنا في دراج مهم قوي وهو دي بولارايز ماسل ريلاكسنت هو الساكسلاين كولين. Non-depolarized muscle relaxant اللي هما زي البنترونيوم والتراكيوليوم والبنترونيوم والحاجات دي. Non-depolarized muscle relaxant antagonist اللي هو زي ما قلت لكم يوز تكنيك ولا تكنيك. هي ايه فايدة المسل ريلاكسنت؟ انها بتبلوك اللي هو النيكوتينيك ريسبتورز. ريلاكس المسلز. يبقى انا عايز العيان يبقى بارالايزد في الاندكشن بارالايزد في المينتنس. بعد كده عايز المسل ريلاكسيشن ده ترجع تاني المسل باور في الريكفري. هي فايدتها ايه في الاندكشن؟ ان انا بيحصل المسل ريلاكسيشن بيبقى فاسيليتيت الاندوتراكيال انتيوبيشن. في المينتنس بيبقى الفيلد اسهل الجراح بدل ما يبقى شغال مثلا دومينال اوبريشن بيبقى كل شويه التست بتاعه. حاجه انا بدي مسل ريلاكسن لكنس الانستيزيا ده من الهيبنوتكس ده من الجزء من المسل ريلاكسن بيقلل الهيبنوتكس بيقلل الانرجيزكس ما يحصلش السايد افكتس بتاعت الهيبنوتكس ولا الناركوتيك انرجيزكس طب الانتيدوت عندي الانتيدوت بتاع النون ديبولارايزد ماسلكس اللي هو النيوستاجمين بلس اتروبين النيوستاجمين ده ايه؟ انتي كولين ستريس بيزود الاسيتايل كولين الاسيتايل كولين بيشتغل في الحته بقى فارماكولوجي استايكولين بيشتغل نيكوتينيك ريسبتور وماسترينيك ريسبتور اللي انا عايزه نيكوتينيك ريسبتور استايكولين اشتغل في النيكوتينيك اللي هو حته الموتور اند بليت اللي فيها المصر موتور اند بليت لكن الماسترينيك ريسبتورز دي هتشتغل في الريسبيريشن تبتدي تعملي بروك سبايس تزود السكريشن تشتغل على الريسبتورز الموجوده في الهارت تعملي برادي كارد هاي تنشن دي سايد افكت حطه ارست يبقى لازم احط مع نيوز تجميل اتروبين ولذلك احنا مشكلتنا في تختير الادويه لازم واللي بيحضر الادويه دي هو الانستيزيا تكنيشن لازم يحضر الادويه صح لو انا ما بقاش يعني هو الانستيزيا تكنيشن ممكن تودي الدكتور تختير السيف ليه؟ ده بتحط طرد الدواء نيوز تجميل من غير اتروبين هتحصل كومبليكيشن ما نبقاش عارفين وحصل سي من الناس استاذ كبير وبتاع وابنه مات الامبولا البوتاسيوم كان بيدوا انتي بايوتيك اتحطت البوتاسيوم بدل ما تكون الميه زي كده في امبولات ميه بيحطوا بيها انتي بايوتيك بدل شكل الامبولا الميه هو شبه البوتاسيوم حضروا الانتي بايوتيك من خلاص طبعا مش بيدوا ليه الانتي بايوتيك كانت بتدي بوتاسيوم لازم نستعمله في الكارديو ليجن عشان تقويض الرأس احنا
الحرق فبتديله لارج دوز من البوتاسيوم. طبعا انت ما بتبقاش عارف السرنجه ممرضه وبتروح ماده ايه؟ بلاش بلاد كارتر وارزت ما بيردش. انت ايه مش انتي بايوتيك؟ ايه اللي بيحصل؟ فالادويه مش كده يعني النيوز تكميل لو ما حطناش كبير ممكن احطه ارزت. فالبوتنشال بلاد كارتر مش بروك سباك سكريشن كنترول بالانتريشن ماست بي يوز ويز ماسل يعني طبعا العيال بيبقى عندنا وقت هنديك شويه مودز فالفنتليشن من المودز اللي احنا بنستعملها احنا في جوه جهاز التخدير في فنتليتر لان طبعا العيال زي ما انتم شايفين نايم ومش حاسس بفير وبارالايز بالماسل ريلاكس ده ما بياخدش اكسبيريشن. طب انا يبقى لازم حد يديله الفنتليتر الفنتليشن يبقى انا بحط في عندي جوه جهاز التخدير بيبقى فيه مودز اوف فنتليشن ضمن المودز دي كنترولد ميكانيكال فنتليشن. انا يعني بظبط فيه التايدال فوليوم كميه الهواء اللي داخله وخارجه بظبط فيه الريت الاي اي ريشيو اللي هي الاسبيراتوري اكسبيراتوري ريشيو. هتفهم انا بقول ايه؟ لو في قفل وقفل مش مشكله خالص. طيب uses muscle relaxer to facilitate endotracheal intubation, provides lethal muscle relaxation during mechanical ventilation. يعني انا مش حاسين عين spontaneous ventilation هم مفتوح بقه ولا بيشتغلوا في الشيست بيعملوا لوبكتومي مش حتى من اللنج والكلام ده يبقى لازم يبقى العين بارالايز محطوط على ميكانيكال ventilation. Provide abdominal muscle relaxation to improve operation operative condition. هتبص تلاقي الجراح هو شغال انا مش عارف اشتغل الانتست كل شويه تتوقف لازم تبقى ضمن البول ريلاكس علشان يقدر يشوف فين الاوبستراكشن عشان يقدر يعمل سكشن انواع المصري ريلاكس بتاعت الساكس مايك اللي هو تي بولارايزنج دول المجموعه دي اللي هو الانتي بولارايزنج. مشكله الساكس مايك حاجه مشهوره فيه ان هي ايه هو بيميتابولايز احنا قلنا الانتي بول بتوع الثلاثه دول اللي هو نيوز تكنيك بلس اكتيف بي ساكسنايك كولين ده شورت اكتف ماسل ريلاكسنج بنستعمله علشان نعمل انتيويشن او بنستعمله ده شورت اكتف من 5 ل 7 10 دقايق بالكتير بعد كده العين بيرجع له تاني ريسبيريشن بترجع الماسل تقول تاني. طب ايه اللي بيكسره؟ انزايم سودو كولين ستريس. في ناس عندها نقص في هذا السودو كولين ستريس وبالذات بنسميها ايه؟ ساكسنايل كولين اف. سمعت عنها؟ ولا عرفتش عشان ما اقولش؟ دي مشهوره قوي ان هي الساكسنايل كولين اف. يعني ايه؟ انت اديت العيان الساكسنايل كولين وحطيت التيوب. خلاص بقى؟ ابدا بقى ما رجعش. ليه؟ ما اداش ان العيان ده عنده سودو كولين ستريس ديفيشنس. فاذا الساكسنايل الدواء اللي احنا اديناه ما بيكسرش. فيفضل العيان سي مثلا العين بيعمل لوز جراح سريع 10 دقائق وخلص الجزء تيجي تصحي العين ما بيصحش بارالايز. ايه بقى السبب في ده؟ ان انت خمس استاذ ده ايه ده كل ما هو بتاع هتكتشف في الاخر انها مشكله ساكسنايل كولين. طب نعمل ايه فيه؟ هو مش عارفهم بس يعني مظبوط بنحطه على فنتليتور ونحطه ممكن نقعد بقى جنبه في اوضه العمليات لحد ما ايه لان هي فيها انواع في تيبيكال واتيبيكال وبتاع ده طول ما احنا حاطين فنتليشن. طبعا العيان نايم لان حاجه وحشه جدا ان العيان يبقى بارالايز ويصحى يبقى واحد مشغول وسامع الناس وشايفها مش قادر يتنفس. انبوبه جوه التراكيه محطوط على مكان الانفنتيشن فاحنا لازم بننيم العيان بيبقى حاطط على الانفنتيشن الانفنتيكس سيبه مثلا ويفضل نايم لحد ما تبتدي المصل باور ترجع تاني. واحد ترجع المصل باور بعد ساعه بعد ساعتين على حسب الديفيشنسي بتاعت السكولين ستريس. في ناس بتبقى مستعجله شويه بنجيب بلاد فريش بلاد ونعمل كروس ماتشنج ونديه للعيان يرجع بيبقى طبعا الفريش بلاد فيه ايه؟
استوديو كلين ستريز يكسر السكسونيه كلين في العيون. دول خلاص عرفنا الانتي دوت بتاعهم اللي هو الايه؟ النيوستاكين بلس. ده بيكسر ازاي الهوفمان ديجريديشن، ده بيطلع اكسكريشن، ولذلك لازم نعرف الميتابوليزم بتاع كل دراج. ليه؟ لان الباركورونيوم مثلا ده بيكسكريتد عن طريق الكدني. طب افرض عيان فينا الفيلير، يعني التنام الدواء مش هيطلع من جسمه. عيان عنده ليفر سيل فيلير ما ينفعش تديله بيكرونيوم لان ده بيطلع عن طريق الليفر. السايد افكت ساكسمال كولين بيديكريز الهارت ريت، لان في عامل زي الباستايل كولين كده ممكن يعمل ارزمنت. والناس اللي عندها هايبر كاليميا ما ينفعش، لازم نعرف الكونترا اندكيشن للادويه دي. يعني الساكسمال كولين هل ينفع اديه لعيان عنده هايبر كاليميا؟ يعني عيان رينال فيلير البوتاسيوم بتاعه عالي ما ينفعش اديله ساكسمال كولين لان هو بيزود البوتاسيوم. يبقى عيان رينال فيلير البوتاسيوم بتاعه عالي او اديله ساكسمال ازود كمان البوتاسيوم ممكن يخش طرد البوتاسيوم. هايبر سيميا في ملايين هايبر سيميا انا بنطق عليها في الويك. في بعض العيالات فيها مشاكل بتاكل فيها ايرور في الميتابوليزم في السيلز بتعمل مالجنت هايبر سيميا من ضمن الدراجز انديوس مالجنت هايبر دي فيتال كونديشن اللي هو الساكسمايد اللي ممكن يعمل مالجنت هايبر سيميا. فانا في البري اوبريتيف بريباريشن بس في العيان اقول لك لا انا اختي ماتت في العمليات كانت وقالوا ان عندها مالجنت هايبر سيميا يبقى انا ما استعملش الساكسمايد كولين. الانترا كرانيال بريشر، الانترا اوكيولار بريشر، الانترا جاستريك بريشر بيعمل ماسل بين لان بيعمل انيشال ستيميوليشن اوف ذا ماسل فولود باي ريلاكسيشن. انيشال ستيميوليشن دي بتعمل كونتراكشنز في الماسل يقوم العيان يصحى من العمليات يقول لك انا مضروب عليها عضلات كلها وبتاع. ده من الايه الساكسمال كولين. بين كرونيوم بيزود الهارت ريت، بيزود البلاد بريشر، اكترا كيوبيوم ده بنستعمله كتير دلوقتي ايام الهستامين ريليس. طيب دراج انتاجونست في عندنا فلوبازيلين نالوكسون نيوستاكين. فلوبازيلين ده الانتي دوت بتاع البنزو دايازيلين في اوفر دوز. يعني لو ادينا دايازيلين كتير من الزلام يبقى لو عندنا فلوبازيلين بيصحي العيان. احيانا بيحصل عيان ماشي على ميكانيكال فنتليشن وشغال عمالين نديله ميدازولام ولارج دوزز، طب احنا عايزين نصحيه نقوم نديله فلوميزينين. لكن خلي بالنا ان هو شورت اكتنج عن ديوريشن اوف اكشن اوف دايزيدين، فلازم ريبيت الدوز من الفلوميزينين. نانوكسون الانتي دوت اوف ناركوتيك دوزز اتاجونايز، ده عشان الناركوتكس. انتي دوت اوف ناركوتكس ان الناركوتكس لارج دوز بتعمل لنا ديبريشن ريسبيريشن. برضه نالوكسون هاز شورتر ديوريشن اوف اكشن زي الناركوتك. نالوكسون مي نيد تو بي ريبيت. بتحصل مثلا حاله زي ايه؟ لو واحده قيصريه ادينا، وطبعا احنا في الاول واحنا بنعمل قيصريه ما بنديش ناركوتك انرجيزكس لحد ما البيبي يجي. لكن احيانا البيبي الناركوتك انرجيزكس حد غلط وده مورفين عدت من سنتر وصلت البيبي هيجي يطلعوا البيبي هيلاقوه ايه نفسه مش حلو. يبقى نديله ممكن نالوكسون نخليه ايه نفسه يتحسن. نيوستامين خلاص اتكلمنا عليه الانتي دوت بتاع مصر الاسد. زي ما قلت لكم الميثود اللي في الجنرال انستيزيا عباره عن ضحشه مينتننس وريكفري. عملنا هيبنوتيك دراكس على الجزء دراكس مصر الجديد او بيسموها ترايين او شغل الانسيس. ادي هنا العمليات اهو، ادي جهاز تخدير برضه نفس الحكايه، ادي المونيتورز وادي عندنا الفلوميترز وادي عندنا الفابورايزر وادي هنا ده اللي هو ميكانيكال فنتليشن تيمبينو او ميكانيكال فنتليشن. والبرطمان اللي تحت ده اسمه سودا لاين. ايه السودا لاين ده؟ السودا لاين ده احنا لما بنحط العيان على ميكانيكال فنتليشن احيانا تبقى كلوزد سيركوت. كلوزد سيركوت يعني الاكسبيريشن يرجع يخش تاني للعين، فلازم ننقيه من الكربون دايوكسيد. فبيعدي هنا على سودا لاين، سودا لاين تشيل منه الكربون دايوكسيد.
وادي بقى حاجات دي اوضه العمليات الشفاف التنوم الدواليب هنا بقى ضربت يعني حاجات ده مثلا حمام عيان نديله في الاول خالص بري انسيتيك اوكسجينيشن قبل ما ندي الاندكشن او الانسيتيكس لان لو ما اديت الاندكشن او الانسيتيكس الهيبنوتيك دراجز والناركوتيك انرجيزكس والمصر لاكسن يبقى انت بقيت محكوم بتايب لازم تعمل ابر ايروي مانجمنت لازم تعمل توصل له اكسجين فانت لما بتدي بري انسيتيك اوكسجينيشن انت بتزود الاكسجين ريزيرف اللي في اللانز بلاد بحيث ان تيك لونج تايم تعمل ترايلز اوف انتيوبيشن لو العيان ده لا قدر الله طلع ديفيكالت انتيوبيشن. ادي الاندكشن عظيمه ازاي؟ احنا بنشيك المشين ريليتد اكويبمنت المونيتور لازم اهم حاجه نشيك كل الحاجات اللي حواليك يعني مش معقول وانا شغال اجي ادور على ده وما لقاهوش بعد ما قلت الاندكشن ادور فين التيوب اللي هعمل فيها تقدر فيها انتيوبيشن ما الاقيش التيوب فلازم قبل ما تشتغل تطمن ان الحاجات الاكويبمنت الجهاز بتاع التخدير الكلام ده مهم جدا الناس بتستهلك تقول لك لا لا ده فيري سيريس ان هو بتدي الاندكشن بتاعك تيجي تدور على الاكسجين وراك تلاقي مفيش اكسجين الواصله مش واصله في الجهاز فلازم تشيك الماشين وتشيك الاكويبمنت والمونيتورز والدراجز ومجمد بيز لايك الفايتال ساينس زي ما الفايتال ساينس دخلنا العيان بحيث البلد بريشر الهارت ريت والاكسجين عايزين نخرج العيان بنفس الايه الفايتال سايز ما يطلعليش بلاد بالداخل بلاد بريشر نورمال ويطلع لي بلاد بريشر هايبرتنسيف ولا يطلع لي في اجريسيف لازم الفايتال سايز نحافظ عليها زي ما دخلت زي ما خرجت انسيرشن اهم حاجه في السايكل فيها على الكانيولا والبريفرال فين بنفضل طبعا الابر ليمب الاول افرض حد عامل عمليات ما نقدرش بس طبعا دي اولويه ابر ليمب بص تيجي تدور بنبتدي نعمل اندكشن سموث اندكشن والاير ويل ريليشن اندكشن خلاص بنوصي بنخلي الكلام ده كله ايه بنعمل اندكشن مصر ريلاكسيشن سكس مايل بيجين من ان التراكيال انتيجيشن از ريكوايرد اند اسيست انتيجيشن until spontaneous respiration is and using off. يبقى احنا هنا عملنا الاندكشن بالهيبنوت بالانرجيزيك دراجز بالهيبنوتيك دراجز بالمصر ريلاكسيشن. استعملنا في الاندكشن ساكسونيك كولين مثلا. نروح نديك حاطين الاندوتراكيال تيوب. خلص الاكشن بتاع الساكسونيك كولين بتبتدي نخش بنمزي ولا رايزنج اللي هي المرحله الثانيه المينتننس. المينتننس بتبقى فيها هيبنوتيك دراجز انرجيزيك دراجز بتبقى فيها الماسك ريلاكس اللي هي نانزي بولاريز ممكن اعمل اندكشن بنانزي بولاريز يعني بدل ما ادي ساكسونال اروح مدي ايه نانزي بولاريز لو عيان ديفيكالت انتيوبيشن او ديفيكالت فنتيليشن ده طبعا احنا بنعمل بري اوبرتيف اسسمنت للابر ايرواي ونعرف ان ده ديفيكالت انتيوبيشن فلازم ننفذ احتمال نحضر نحضر له انسترومنت معينه وحاجات علشان نقدر نتعامل مع مشكله الانتيوبيشن والاندوتراكيال تيوب في عندنا بنعمل ابر ايروي مانجمنت الكلام ده احنا شرحت في تفصيل في المحاضره اللي فاتت. وركون زيت عشان ما بزعش اللي هتزعل. وركون زيت بزعل قوي. ففي عندنا الاندوتراكيال تيوب ذا رينج اوف ماسك ميبي سبستيتيوت انتيوبيشن هنعرف ايه ده رينجر ماسك في المحاضره الجايه شكله كده. ان في حاجه اسمها رابيد سيكونس اندكشن ده انديكيتد ان سيتويشن اللي هي نتوقع يحصل فيه ريجيتيشن او اسبيريشن ده بنروح دايسين على التراكيه من عندنا تراكيه وتحتيها الاسوفيكس لو انا دوست على التراكيه يبقى انا قفلت الاسوفيكس فانا بستخدم دراجز كلها رابيد يعني هدي بروفول هدي ساكسيمال كولين علشان اعمل رابيد سيكونس اندكشن ان انا خايف يحصل لي فيجيتيشن طب ايه اللي خايف من ايه مثلا في سبينال اوبستراكشن ممكن يحصل لي فيجيتيشن انا عشان انيم العيان ده في سبينال اوبستراكشن وهنعمل ريسكشن سموث متوقعين يحصل لي فيجيتيشن اسبيريشن طبعا احنا
قبل ما كده بنحاول نحط رايل من شيل الحاجات اللي في الاستومك وكده، لكن بعد ما نتوقع كده فبنعمل رابيد سيكونس اندكشن تو افويد ريجرجيتيشن واسبيريشن. يبقى ندي ايه الاندكشن وبفور انه زي ما عرفنا قبل كده ان هو في التنين سريع بوتنت انرجيزم، هندي ساكس نايل كوليه ان رابيد اكشن. الكونسيبت اوف اكشن بتاع السكسنات كلين ثلاث دقائق لعب يبقى بارالايز، بعكس النون ديبولارايزنج بياخد ثلاث دقائق. الثلاث دقائق دول انا بعمل فيهم ايه؟ فنتليشن. فنتليشن يعني انا ممكن مش هسيب العين ثلاث دقائق من غير فنتليشن. انا بعمل فنتليشن اوبن ماسك. يبقى انا الهواء داخل جوه الاستومك وعمال ممكن يحصل لي فيه جلجلجل. خلاص؟ كريكوين بريشر دي انا بكمبرسها على التراكية على الاسوفس عشان امنع حكايه الريجرجيتيشن. بعد كده بحط الاندوتراكية بسوء وبتبقى كفت. خلاص؟ ده خلصنا من الاندكشن، نخش في المينتنس. في ممكن مينتنس لو عمليه صغيره، ممكن ماسك انستيزيا بس اوبن ماسك كده. ممكن حط اندوتراكية بسوء، دي كلها ابر ايروي مانجمنت. ممكن اندو تراكيال تيوب، ممكن احط لارينجيال ماسك. المينتنس عندنا بيبقى يا اما انهاليشن انستكس او ممكن يبقى بروبوفول زي ما قلنا في ساعه ما اتكلمنا عن بروبوفول. ممكن يبقى كنترول، يعني دي كلها المينتنس صور المينتنس. ممكن يبقى سبونتينيوس انتليشن، يعني شغال سبونتينيوس انتليشن خاصه في شورت بروسيدرز، او يبقى في واخد ماسك ريلاكسنت ويبقى ايه البارالايزد ومحطوط على ميكانيكال فنتليشن. ادي عندنا ادي الماسك دي اللي احنا بنستعملها. ادي عندك لارينجر ماسك، ده لارينجر ماسك. ادي عندنا لارينجر ماسك تاني، دي اندوتراكيال تيوب، دي اير واي. كل واحده من دول هنقعد تفاصيلها في المحاضره الجايه، لان المحاضره الجايه اير واي مانجمنت، واحنا نقدر نشرح ده اكتر. بس دي كلها ميكانيزم اللي احنا بنستعملها بتبقى موجوده على دي واسطه ما بين السيركل وما بين التيوب، يعني انا دي التيوب دي بتخش في الحته دي عشان اوصل. طب ايه دي؟ دي هنا اسمها بالفعلي دوده، يعني ايه؟ دي كوميونيتي تيوب علشان تدينا لونج شويه او ممكن شورت، اطولها واقصرها. ممكن احط اندوتراكيال تيوب او ممكن احط لارنجيال ماسك. في عندنا اير واي، اير واي ده بيزود الطنج بتاعي. طب خلاص عايزين بقى خلصنا المينتنس، خلصنا الاوبريشن، عايزين نصحي العيان. ات ذا اند اوف اوبريشن هنا العيان عايز اصحيه، هوقف الهيبنوتيك دراجز علشان يصحى. يبقى انا هخلي الانالجيزي، انا مش عايز اوقف انالجيزي لكن عايز اوقف حاجتين، النوت دراكس وعايز اوقف الايه؟ المصري مثلا. النوت دراكس حق اذا كان ماشي على الانهيليشن اوقف الانهيليشن از اتس. لو الفيوجن بامب هوقف الفيوجن بامب. مصر الاكسن هتقل الانتي بود بتاعي. هنا ادب الديفيرسال اوف، هنا بقى ستوب انهيليشن از اتس. ادب الريفرسال اوف ذا ديزيز افكت اوف نون ديبولارايز المصري لاكس، يعني لازم المصري لاكس بتاعي يرجع تاني المصري باور بتاعته عشان يقدر يرجع الانتليشن والاسكاليشن والريفلكس. لازم اتاكد ان المصري باور ستوب ميكانيكال انتليشن وخلاها سبونتينوس والاسكاليشن ونعمل سكشن ان اوفر سكريشن. هنا بقى تعمل الريفيشن باي بوزيشن بيفور اكسبيريشن ارجعه مكان. احيانا في بعض العمليات بيبقى البوزيشن ده مش عارف ان انا اعمل برو بوزيشن او لابر بوزيشن، فانا وانا بصحي برجعه تاني للسوباين بوزيشن، يرجع على ظهره علشان اقدر امانج الريكفري. ارجع على السوباين بوزيشن بيفور اكسبيريشن ريكفري او الويل فليكس. اتاكد ان المصل تكون رجل والاير واي ريفلكس رجل واكتيفيت الاير واي قبل ما اعمل اكستيوبيشن.
respiration satisfactory هعرف عليه capnography oxygen saturation في evidence of spontaneous respiration في cardiovascular stability stable vital signs لقيت الدنيا كده حلوه يبقى نبتدي نعمل لو غلطنا في اي خطوه من الخطوات دي بتبقى مشكله في البوست بارتم لو انا استعجلت عملت بريماتشور اكستيوبيشن يبقى مش هتبقى نفس كويس هتبتدي تعمل سبورت للابر ايرويب ويحصل له استراكشن مش مشكله بص العيان بعد ما بتخلص بتطلعه فين؟ يا اما تطلعه ريكفري او ممكن تطلعه كالسيوم ممكن يسيب العيان انتيوبيتد لو ميجر اوبريشنز والعيان عايز يقعد شويه في الاي سي زي مثلا فوق الهارت فاتحين الاسترنم وكيبين في التشيست الاسترنم انا ممكن اطلع العيان انتيوبيتد واحطه على ميكانيكال فنتليشن في الاي سي او لو اقدر اعمل اكستيكيشن بس كرايتيريا تو ديسشارج بيشنت فروم ريكفري لوب العيان طبعا عندنا بيطلع على ريكفري لوب اتاكد ان البيشنت fully awake, respond appropriate to commands, breathing adequately with good oxygen saturation, مفيش نوزيا vomiting, ينفعش انا الله اقدر اعمل الدوره بتاعته عمال يرجع وحاسس بنوزيا vomiting لا دي كل دي بدرجه احنا بنتحكم في الامر ده دي بقى في النفس عيان بين احنا بتوع الدكتور بتوع الدكتور بنشوف ازاي انا اطلع انا عامل ايه سبب مفيش نقدر بقى لا اهل اهل عملوا كتير لما تديله انا بين كبرز مو اهل بليد ما ينفعش انا طبعا نقطه العمليات وفيها بليد وممكن بعد ما نتدخل على الريكفري في بليد زي ما سلكت البوست وسلكت البليد ندخله تاني العمليه نرجعه تاني نقطه العمليات في الايام الجايه ونشوف اذا كان في سويتش او حاجه ونخيطها Transfer the patient from recovery room to inpatient ward or ICU على حسب الكومبليكيشن هنا ده patient must be awake هنا هنخرج العيال بقى في المستشفى يبقى لازم awake develop orient to respond appropriate to commands maintain ان هو يعرف هو مش طالع عيان على رايد ولا على بتاع لا لازم يبقى يعرف هو فلويد وبيباصله ما بيطلعش عيان في human detection بيحرك الاكستريميتيز ووك داوت ايه اسيستنت ايه ده هو اسيستنت ايه ده مشكله ايه بتو بليس دي بي كاف ريلي ويز اوكسجين ساتوريشن اب تو 92 على 40 ايه ستيبل فايتال ساينز از 20% اوف دي اوت اوف بيس لاين مينيمال يعني المفروض ما يبقاش في نوزا بوك خالص ولا في بين ولا في ميديا البوزيتيف بريدكشن في النورمال زي ما اتكلمنا كده في المونيتورنج ما يبقاش في هايبوسيميا ولا هايبرسيميا من تبلو الانستراكشن ازاي ياخد الدراجز بتاعته لو في اي مشكله يكلمنا في التليفون يعني بقى عالم فور ذا نكست 24 اورز بيك ريفلكس ديسيجن ميكينج ان ذات وقت ده سؤال جميل، هي الريفلكس اللي احنا بندور عليها؟ ان العيان بيكح فانا لو العيان وانا حاطط تيوب جوه تراكيه فانا لو بدا يكح على التيوب يبقى كده في ريفلكس سجل بدا يكح ممكن ابص على التورني الاقي في بلينكينج بص اه يعني انا هطش التورني ابص الاقي عينيه بتتحرك بتقفل يبقى هنا في ريفلكس بتتكلم انا ممكن اعمل بيرفل ستيميوليشن في مصدره هو ريفلكس بص ده كده بتتحرك او يوتيلايز سايكل ذا بين انت لو عملت له بين ستيميوليشن مش بين يعني هتطوره يعني بس بين حاجه صغيره بص ده يوتيلايز سايكل ذا بين يبقى هنا ريفلكس انا كده اقدر اتحرك ان هو يقدر يمانج الابر الوي اوف اسبيريشن او حسب سياسه الاسبيريشن من الريجرشيشن ما يحصلش اسبيريشن من ثلاثة دروس النقط دراكس انرجيزك دراكس ماسترز
دواء من كل واحد تختلف بقى على حسب عندنا زي ما كل قلت لك كل دواء دي سايد افكتس ممكن نستعمله في مرض لا ما نستعملوش ده دي الاختيار بتاع المرض Yeah.